come from a place. What is this place called? بارك الله فيك ما شاء الله. Next question. How many miqat we have? عمر. خمسة. خمسة. God bless you. شكرا يا مصر. خمس مواقي. شكرا. الحج عند العمرة. Wait. العمرة which month we should do عمرة is there any come down is there any specific month to do عمرة or you can do every anytime anything you can do عمرة even now yes take a prize thank you very much what's your name Next question. We are doing. Wait, guys. The first people came to Mecca from the family of Prophet Ibrahim alayhi salam and his wife. What is the name of his wife? تعالي come. Ibrahim's wife. She came to Mecca. Come. Listen. Give away. Hajar. Ibrahim's wife. Yeah. Shukran. If you can keep it. It's good. You like it? Thank you. Shukran. Ibrahim's wife called the Hajar. Yeah. Ibrahim's wife, she had a son. What is his name? Next question. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. Yes. How many حج النبي صلى الله عليه وسلم did? 2, 3, or 1? Just one. Yes. Yes. Come. Good night. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم الحج. Next question. How many عمرة and he said it done? Come. Ibrahim. Shukra. And he said it for the question for brothers. Brothers. Yeah, brothers. Which year the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did the Hajj? Which year of Hijrah? Which year you three? Who your dads? And the other Karam, who knows the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? In which year he did the Hajj and why? And he come here to explain to us. الدكتور احمد يتقاس كم الدكتور احمد يتقاس العام العاشر هجرة لماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى العام العاشر هجرة طيب هذه فقط في مزيد الشبهة بعض الناس يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وهذا يجوز أنا أن أؤخر حجنا إلى السنة العاشرة
وهذا مربوط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد في لباق الاسم دوني. أوكي. لذا كنتم with the children and children. السبب إخواني الحج الفرض في العام التاسع في هذا العام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وكانت مكة ما زال فيها أصنام، وكان الكفار لا يزالون يحجون وهم حرايا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بإذن أبو بكر الصديق ليقول لا يحجن بعد العام عريان ولا مشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر سنة جميع عدتين لكي يطهر مكة من أصنام والمشركين، ولكي يسمح لجميع القبائل التي أسلمت أن تحضر معه الحج المتعلق بها. وهذا سبب خير الصلاة. Now I think anybody is surprised to see this. أخواني الكرام، لا أنسى أن أبارك لأخي أبو يوسف الحاج حاج مبرور لما فوز على مشكور، ولا أنسى أن أذكر أخونا الكريم أخونا بابا ممدوح على جوده الطيبة، جزاك الله خيرا خيرا صلى الله عليه ممدوح أصلى الله يبارك فيكم ونفق قائمين على نفسي أصلى الله يبارك في سعيكم وجهودكم مشكورة.